انت فديت نفسك بالعلبة دي. ده لو ادينا له كيس شيبسي شوفوا هيعمل معانا ايه. انا هشغلك معايا. ماشي بس انا مش بطولي. ايه فورياجي؟ مش قهواجي انا. والنبي يا معلم فكك بس من الفيلم ده لحظه، وطالبين منك خدمه، احنا عايزينك تجيب لنا حرامي من عندك عشان لو مؤاخذه كده عايزين نعمل عمليه. ما الحته كلها حراميه. لا ما احنا عايزينك انت يا معلم اللي ترشح لنا حد. ما اقدرش يا بنتي، كلهم معزه واحده، كلهم اولادي. احنا قصدنا اننا عايزين حد يكون تراست وورثي. ها؟ يعني حد تكون بتضمنه. بس اضمن مين؟ دول كلهم حراميه. انتوا تروحوا على القهوه تفرزوا اللي تفرزوه وتختاروا اللي تختاروه. احنا نروح نعمل اوديشن للحراميه. اوكي. ولو حصل حاجه قولوا يا معلم منعم. دي معلم منعم دي زي جزر يعني، دي التعويذه. نيلي ده طلع خارق. واو. اتكلوا انتوا على الله. ماشي باي. يا معلم خد العيش اهو، انت سبتهم يمشوا؟ احنا كده بنتف في عبينا. بلاش هرب بقى ولا. لو عندك علبة آيس كريم في الفريزر والنور قطع، تاكله هو سايح ولا تستنى اما النور يرجع والآيس كريم يتجمد وتاكله؟ طب ما نجيب واحد جديد أسهل يا معلم. وكتر مصاريف، كتر مصاريف ولا. نعدي من هنا؟ وط يا اهبل، اوعى بقرف، مش كفايه اللي احنا فيه؟ I love the place. اكيد هنا في عرس كتير. هو ينفع نتصور هنا؟ ما معاك الكاميرا تصورك هنا. اشربوا يا اسد. يا معلم منعم، يا معلم منعم. بس يا سيف ده القهوجي. امال لابس كده ليه؟ الله يكرمك، عايزه واحد شاي. حاضر. شاي خفيف سكر زياده. على عيني. انا اكيد مش هشرب حاجه عندكم. مش انت لما بتغسل الكوبايات تغسلهم بالميه كده وخلاص؟ مظبوط. شكرا، انا مش عايزه حاجه. ماشي. في عصير فريش؟ لا ما عندناش عصاير، انما في شاي وقهوه وحشيش وبانجو وبرشام على كل نوع. طلباتكم. طب هات لي شاي وبرشامه بنادول. قصدك ترامادول يا استاذ؟ لا هات لي شاي وخلاص. حاضر يا استاذ. معلم معلش، سك بقى على الشاي ورصي لي حجرين حشيش على بانجو. من عناية. سكالانس. حاضر. هما بيبيعوا دراجز هنا عادي كده؟ ليجل. انا ما اعرفش انا توعتكم ازاي وجيت المكان ده عشان دلدول. ودي الجيت. اسكت بقى، خلينا نشوف هنختار مين.